كيف أستطيع أن أحكم على أمري بأنه بدعة وأنه غير بدعة لأنه توسع فيه؟ نعم، الحقيقة أن الحكم عن الشيء بكونه بدعة أو ليس بدعة هذا أمر لا يستطيعه كل طالب علم، بل لا يستطيعه كل عالم. وهذا السؤال في الواقع تعرضت للإجابة عنه نهار البارح عرضا دون أن يوجه إلي، وتكلمت بكلام فيه شيء من التفصيل. ومدام أن السؤال قد وجه فلا بد من الجواب. وعليكم السلام. أول ذلك أن نعرف ما هي البدعة. الله تبارك وتعالى، والتي جاء التصريح بنحوه عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، كمثل قوله قول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. وكمثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. والآثار في هذا المعنى كثيرة. بعد هذه التعرفة الموجزة القصيرة أدخل في صلب الإجابة عن سؤالي: كيف يمكن معرفة البدعة؟ الجواب: لا يعلم ذلك إلا من كان على علم واسع بالسنة، لأن من لوازم الحكم على كون الشيء بدعة أن يعرف الحاكم الذي يريد أن يحكم حياة الرسول عليه السلام التعبدية التي عاشها طيلة حياته في نبوته وفي رسالته. ضربت في الأمس القريب مثلين اثنين، أحدهما سئلنا عنه فأجبنا، والآخر زدته لزيادة البيان بكيف نتمكن من معرفة كون الشيء بدعة. المثال الأول: رفع اليدين بعد السلام من الصلاة حينما يدعو الداعي. هذه المسألة تعرض لها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وجمهورهم يميل إلى شرعية ذلك، وما حجتهم إلا الاستدلال ببعض الأحاديث العامة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستحيي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين. فقلنا: هذا الحديث عام، وعمومه يدل على استحباب رفع اليدين في كل دعاء، ولكن هذه الكلية ليست مقصودة ببيان سنة الرسول عليه السلام لذلك منه عمليا. وهنا شاهد:
الذي يتتبع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من أولها أو في آخرها لا يجد ولا حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما كان يدعو دبر الصلاة بعد السلام. والشاهد الذي سألني هذا السؤال وأجبته بهذا الجواب لم يقتنع أول الأمر إلا بعد أن ذكرته بمواطن أخرى ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو يعلم بطبيعة حال ذلك لأنه طالب علمي. فقلت له مثلا ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع وكان يدعو قبل السلام بل وأمر بشيء من ذلك؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الدعاء؟ قال لا أعلم. قلت فإذا كنت لا تعلم، وهنا أيضا نقطة هامة، إذا كنت لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كان حين يدعو يرفع يديه، فهل تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أم ماذا؟ قال في أول الأمر لا أقول شيئا. قلت فمن ناحية العملية حينما تدعو في هذا المكان، وذكرت له أماكن أخرى معروفة أيضا بمثل الدعاء حين رفع من الركوع ومثل الدعاء بين السجدتين، كذلك دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، فهل ترفع يديك؟ قال لا. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين في هذه الأماكن؟ قال لا. قلت فهل الحديث السابق وهو ما من عبد يدعو يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى إلا استحي الله عز وجل أن يردهما خائبتين يشمل هذه المواطن أم لا؟ قال يشمل. فإذا نحن لماذا لا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي ندعو فيها؟ فوقف هو لأن النكتة في هذه المسألة هي هنا. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلينا أنه نهى عن رفع الأيدي في هذه المواطن، لكننا نستطيع أن نقول نهى عن ذلك ولكن بأسلوب آخر. هذا الأسلوب الآخر يفقهه أهل العلم، ألا وهي الأحاديث التي نعرفها جميعا ولكن كثيرا ما لا نتنبه لدلالتها على ما نحن في صدده، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا رفع الرجل يدين بين السجدتين في الدعاء فهذا أمر حادث، ومدام أنه حادث دخل في قوله عليه السلام من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كذلك قوله عليه السلام وإياكم محدثات الأمور فإن، فهذا الحديث وذاك وما في معناه يدل أن كل محدث في الدين فهو مردود على صاحبه وهو ضلالة. الآن كيف نعرف
أما رفع اليدين بين السجدتين مثلا أو في المواقف الأخرى التي سبقت الإشارة إليها محدث في الدين، هنا بيت القصيد كما يقال من جواب عن السؤال. يعرف ذلك بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإحاطة بها من كل جوانبها. فمن الذي يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه بين السجدتين؟ لا شك أن ذلك إنما يستطيعه من كان على إحاطة، لأن هذا وحده فقط الذي يستطيع أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن. وهنا تأتي قاعدتان يتوهم كثير من الناس بل ومن طلاب العلم وربما من بعض العلماء التناقض بينهما. القاعدة الأولى هي أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذه قاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة علمية أصولية، وأظن هذا واضح لديكم المقصود منه، لكن لا بأس من أن نقرب هذه القاعدة إلى الأذهان. لو قال قائل أنا لا أعلم أن فلانا هنا مثلا في جدة، ذلك لا ينفي وجود فلان في جدة، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذا مثال هذه القاعدة وهي قاعدة مسلمة، لكن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يتعلق بالعبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. ومن بيانه عليه السلام لما شرع الله على يديه للمسلمين هو أول ما يتبادر إلى الأذهان العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا العبادات التي من طبيعة المسلمين أن يتقربوا إلى الله عز وجل هي محصورة لا تقبل زيادة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية المعروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعجبني جدا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الأحبار من اليهود، ولعله كان أسلم بل لعله هو كعب الأحبار، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال ذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة يوم الجمعة أي في حجة الوداع، فإذا هذه الآية نزلت في يوم عيد كبير يوم الجمعة وعلى جبل عرفة. لماذا قال هذا اليهودي هذا الكلام اتخذنا يوم نزولها عيدا؟ لأنه
يشعر بعظم هذه المنة التي امتن الله بها على المسلمين حين أكمل لهم دينهم وسد عليهم طرق الاجتهاد في العبادات، هذه الطرق التي سلكها من قبل المسلمين من اليهود والنصارى، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك أعجب ذاك اليهودي بهذه الآية لما فيها من حصر الطاعات والعبادات، وترك للمسلمين المؤمنين سبيل الاجتهاد والابتكار والابتداء فيما عدا العبادات. تأكيدا لهذا المعنى الذي لاحظه ذاك الحبر اليهودي، يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قام الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قام الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك، وهذا أمر هام جدا من كلامه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لما؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن ما هو السبيل لمعرفة كون هذا الشيء بدعة في الدين؟ أظن قد تبين الجواب. من أحاط بحياة الرسول عليه السلام الدينية وأحاط بالعبادات التي كان عليها الرسول عليه السلام، أي عبادة كان؟ نحن ضربنا بعض الأمثلة في الصلاة، وإنما يقال كذلك بالنسبة للحج وبالنسبة للصيام ونحو ذلك من العبادات، كل هذه العبادات محصورة، لكن حصرها إنما يتمكن منها هو العالم، إذا صح التعبير، الخريط الذي جمع فأوى. أما من أحاط بشيء من سنة الرسول عليه السلام وفاته شيء كثير أو الأكثر، فهذا لا يستطيع أن يقول عن شيء بدعة، لأنه من الممكن أن يكون قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعيته، إما بقوله عليه السلام كما ذكرنا، أو بفعله، أو بتقريره. فمن تمكن من القول أن هذا الشيء بذاته لم يفعل الرسول عليه السلام، هو الذي ينتهي الأمر به أن يقول هذا بدعة، ومثاله رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، رفع اليدين في التشهد وهو كله دعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم الاستعاذة من الأرض، ثم أن يسأل ما يشاء بما يختاره. الآن نعكس المثال: هل رفع اليدين في القنوت في الوتر، سواء كان هذا القنوت في وتر رمضان أو في غيره، وهذا دعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، هل رفع اليدين في هذا الدعاء من القنوت سنة أم بدعة؟ من كان لا يعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه في هذا الدعاء، لا يسعه إلا أن يقول لا يشرع، بل هو بدعة لما ذكرناه آنفا. لكن من كان على علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في القنوت في قنوت الفجر، ومن كان على علم بأن بعض السلف الصالح رفع يديه في قنوت الوتر مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، لا يقول رفع اليدين في القنوت بدعة، بل يقول ذلك سنة مستحبة. هذا هو الميزان، وهذا هو الضابط
بتمييز ما يكون بدعة في الدين وما لا يكون كذلك، ولعلي أجبتك عن سؤالك. يعني على هذا الدعاء بعد الصلاة، يعني على هذا الخارج عن نية الصلاة، فبالتالي يستطيع الإنسان أن يرفع فيه يديه لأنه ليس في نية الصلاة بين السجدتين وبعد الركوع، حتى يعتبر في نية الصلاة فرفع يديه زيادة يعتبر أو بدعة. نعم. أنا أصل بعد الخطية في أي وقت أن نرفع يديه، في أي وقت المريض أن ندعو فيه تستطيع أن نرفع يديه. أنا مفهوم. وبعد الصلاة يعتبر خارج عن نية الصلاة. نعم. لكن خارج الصلاة ليس من الدين. ما يدي الصلاة من الطاعات. أصلاً أن أنا أستطيع أن أرفع يدي في الدعاء. أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهمي علي. خارج الصلاة هو من الدين، وقد سردنا آنفا بعض الأدلة والنصوص بأن الله عز وجل أكمل الدين. فأنت حينما تتكلمين بهذا الكلام يجب أن تتصوري هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تتصورين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو داخل الصلاة وكان لا يرفع يديه، والذي كان يدعو دبر الصلاة أي بعد السلام، كان يرفع يديه أم كان لا يرفع يديه؟ ما الذي تتصورينه؟ إن كنا نقول بأن رفع اليدين في الدعاء دبر الصلاة مستحب، أتظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المستحب ولم يبينه للناس، وأن الصحابة الذين تلقوا الدين من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كانوا يعلمون أن رفع اليدين دبر الصلاة هو من المستحبات كما تقولين بصورة عامة؟ هذا الموضع موضع خاص، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ويعود كلام السابق، ونعلم أنه كان لا يدعو. كيف يتجرأ المسلم إذا كان على هذا العلم أن يقول أنا أرفع يديه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه؟ الحقيقة أن النصوص العامة التي يدخل تحتها أجزاء من الطاعات والعبادات يجوز العمل بها حينما لا يكون هناك ما يدلنا على أن جزءا من هذه الأجزاء التي تدخل في النص العام لم يفعله الرسول فعلها الرسول عليه السلام حين ذاك لفعل. فإذا ثبت أنه لم يفعل بجزء من ذلك الأجزاء من ذاك يدخل هذا الجزء في الذم المذكور آنفا في بعض الأحاديث النبوية. لعل من المفيد أن نضرب مثلا يشبه تماما ما نحن الآن في صدده. فأنت الآن ليس عندك دليل فيما تريدين أن تقولي به من استحباب رفع اليدين بعد الصلاة إلا مثل الحديث الذي ذكرته حانفا في تضعيف كلامي، وهو قول عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما قائبتين. يشبه هذا المثال تماما المثال الآتي، وهو في ظني واضح جدا. والسبب أن العمل لم يجري به، بينما العمل برفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جرى العمل به بين كثير من الناس، فصار مألوفا وظن أنه مشروع وهو ليس من الشرع في شيء، بخلاف المثال الذي سآتي به الآن. نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، حديث صحيح. الحديث الثاني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا.
وأشهر من هذا من هذين الحديثين وأقصاه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. الآن لنتصور الصورة التالية: دخلنا المسجد لصلاة الظهر مثلا وقد أمن له، فقام واحد يصلي هنا ثم القبرية وواحد هنا وهناك ولاه، قاموا متفرقين، فبدأ لأحدهم خاطرة، قال: يا جماعة بدل ما تصلوا هذه السنة متفرقين تعالوا نصليها جماعة. وذكر هذه الأحاديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يد الله على الجماعة. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ابتدعت أم اتبعت؟ الآن أنت التي أوردت ذلك السؤال، أجيبي عن هذا السؤال، ماذا ترين؟ نعم ابتدع. طيب لكن هو عمل بأحاديث كثيرة، هو عمل من جزيرة العرب، فهذا الإخراج من حيث أنه فعل حادث هو جديد، هو بدعة لغة، لكن حيث أنه حكم منصوص عليه في الشرع فهو حكم شرعي وليس بدعة ضلالة. كذلك قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه إنما هي بدعة لغة وليس بدعة شرعا، لأن صلاة التراويح ثبت شرعيتها جماعة بفعل عليه السلام في تلك الليالي الثلاث، وبقوله: من صلى العشاء مع الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلا. لا حجة إذن في استدلال بعض الناس بهذا الأثر الصحيح عن عمر أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. ولهذا تتيم من الكلام لعله يحسن بي أن أعود إليه لنأتي إلى الجواب عن الدليل الثالث الذي لجأت إليه. أعتقد أنه شبه عليك حينما قلت بأن عبد الله ابن عمر صام الدهر بعد وفاته عليه السلام وأنه ندم بعد ذلك. هذا خطأ واضح، وأظن أنك ستتذكرين ذلك إذا ما ذكرنا القصة التي جرت بين عمر بين ابن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك مروي في الصحيحين من طرق. ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة من قريش، وكما هو شأن العم مع الكنة زارها يوما فقال لها: كيف أنت وعبد الله؟ فقالت عبارة لطيفة جدا فيها كناية ناعمة، قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، إنه يقوم الليل ويصوم النهار، تعني تزوجنا وما تزوجنا، وهذا واضح إن شاء الله. فغضب أبوه عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو: فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لقيني. قال: يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، لزورك الذي يزورك أي ضيفك، ولضيفك عليك حقا. فقال له عليه السلام يضع له منهجا في العبادة. هو كان يقوم الليل كله، يختم القرآن في كل ليلة. بعد أن بين له هذه الحقوق الواجب عليه
لنفسه وبدنه وزوجته وضيفه. قال فاقرأ القرآن في كل شهر مرة، هو يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال عليه السلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده ويتنازل معه تحقيقا لرغبته، إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ووقف الرسول عليه السلام معه عند هذا الحد، سمع له أن يختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة، ثم عاد عليه السلام لينظم له موقفه من الصيام، فقال صم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. عاد هو إلى قولته السابقة، يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه ويزيد في الصيام، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى، وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى، يعني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام، وفي رواية أخرى أعدل الصيام، لأنه يجمع بين الرياضة النفسية والرياضة البدنية، بخلاف ما كان عليه هو من قبل كان يصوم الدهر، فهذا الصوم يذهب بقوته، فإذا ما لقي العدو لم يستطع الثبات أمامه، بخلاف ما إذا صام هذا الصيام العدل يصوم يوما، وفيه ترويض للنفس وتربية لها عن اتباع الشهوات، ويفطر يوما، في ذلك تقوية لجسده وبدنه. هذا الذي يعنيه الرسول في وصفه لداود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، لأن عنده القوة البدنية التي تمكنه من الثبات أمام العدو. قال ابن عمر هنا الشاهد، يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. في بعض الروايات أن الرسول عليه السلام قال له من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، أي لا صام شرعا ولا أفطر واقعا، فهو خسر الدنيا والآخرة. لذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه على هذا الحد الأخير، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولما طلب منه زيادة والأفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. انفصل ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، وفيما يتعلق بالصيام ليس يصوم صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. فاصل الرسول عليه السلام على هذا، وكان شابا، لأنه حين تزوج كان عمره 15 عاما فقط، ولذلك يقول أهل التاريخ بأنه كان بين أبيه وبينه من الفرق 15 عاما فقط، لأن أباه أيضا تزوج صغير السن. ذهبت الأيام، مات الرسول عليه السلام، وعاش عبد الله بن عمر بعده طويلا مديدا، ولا يخفى على الجميع بأن سن الإنسان يضعف كلما تأخر به السن، بدنه توت تضعف تضعف، فأخذ يشعر بأنه
أخذ يشعر بأنه يجد صعوبة في أن يظل مستمرا على الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يختم القرآن في 3 ليال وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يقول ما قلت آنفا في صيام الدهر وليس هو في صيام الدهر، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ أن يصوم من كل شهر 6 أيام، فكأنه صام الدهر كله. أن يقوم من الليل في كل شهر يختم القرآن. لم يرضى بذلك اعتدادا بشبابه وبقوته، لكنه ما نظر بعيدا فيما إذا تأخر به السن، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القصة وهي في الصحيحين، فحين ذاك يتبين لك أنه لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الإحداث في الدين، وتبقى الأدلة المعروفة بعمومها وشمولها إنكار كل زيادة في الدين، كما سبق ذكره من قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لعلنا انتهينا من بحث البدعة حتى نأتي بمسألة جديدة. كنا نسمع أن عثمان بن عفان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلف أنه كان إذا ارتكب ذنبا ما يحاول أن يكفر عنه، فيقول أصوم سلفا تكفر أو يؤدب نفسه أنه أدمن هذا الذنب. هذا يمكن أصلا أن يعاقب الإنسان نفسه بهذا؟ لا، أو أن فعلهم هذا كيف نفكر فعلا؟ أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطلقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من 3، لم يسمح له بذلك، وقال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة وفي صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك تلك الآثار التي تقرأينها في كتاب أو أكثر من كتاب وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لابن عمرو رضي الله عنه، فتلك الآثار تدور إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح ولكنها تخالف هدي الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها ونأكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ، ما حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم؟ في مجال التعليم أنا درست في مجال الروضات، نعم، فأجبرت على العمل على حكاية الرسم دي. أنا أقول لك أعانك الله فيما أنت فيه، لأنك في زمن عم البلاغ فيه وطم، وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين. أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير عملا كما حرمه اقتناء، أو يقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم
وقد كان على موعد سابق معه حينما خرج الرسول عليه السلام ليتلقى جبريل خارج الحجرة وهو يمتنئ من الدخول، قال للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جرو كلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه تماثيل رجال، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالتمثال فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة. فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل، نظر في البيت فوجد جرو كلب جاء به الحسن والحسين، فأمر بإخراجه ونضح مكانه بالماء. ثم وجد هناك ستارة عليها تماثيل أي صور للرجال، فغير بالتخطيط حتى صار كأنها شجرة لا فروع. حين ذاك دخل جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الصور تصويرا واقتناء. وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا في بلادنا. خرج المستعمر من بلادنا ولكنه خلق فيها آثاره السيئة وتقاليده وعاداته وأخلاقه ونحو ذلك، منها هذه الأساليب في تعليم الأطفال. نحن نعتقد أن الأصل في التصوير ما ذكرناه آنفا التحريم، لكن قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي كانت تلعب بها في بيتها، وتعرف هذه عند العلماء بلعب البنات، حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسرب إلى زوجته عائشة البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن، ورأى في بيتها اللعب لعب البنات، وفيها صورة بعض أو بعض هذه اللعب صورة خيل لها أجنحة، فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلا لها: يا عائشة، فرس ولو أجنحة؟ قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ثبت مما ذكرنا آنفا من التحريم تصويرا وقنية، لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد، ذلك لأن من المعلوم عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، فما كان أصله محرما في الشرع لا يجوز استحلاله واستباحته بأدنى مناسبة. الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال: تعليم الأطفال بالصور، أصبح هذا التعليم كما أننا نعلمهم ألف باء تاء تاء، هذا لابد منه للعلم، لكن وين الضرورة أن نصور له مثلا الغزال أو الحمار أو الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك؟ قال: هذا من أجل تنمية فكر الولد. هذه التنمية تأتي معه في الحياة المستقبلة، فليس من الضروري نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهن هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس تجسا. وكيف يعرف يا شيخ؟ نعم، كيف يعرف ملازم يجيب الصورة؟ يعني عشان أوضح للشيء ده لازم نجيب الصورة عشان نشوف. بارك الله فيك، انتبهي لما أقول، انتبهي لما أقول، الحرام لا يحل إلا لضرورة،
أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار؟ هذا من نافلة العلم، هذا من نافلة العلم ليس فرضا. أنا أقول لك مثلا تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيتهم، تصوير الجسد لكي يكون مساعدا للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن، هذا أمر ضروري، فكل شيء يقاس بما يناسبه. الآن نحن نقول تصوير هذه الصورة للولد لهذا التمييز، هذا ليس بالأمر الضروري وليس بالأمر يعني الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينما يبلغ سن التكليف وسن الرجال يكون بليدا، يكون أعمق. كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة، ونحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل. الشاهد يجب أن يرسخ في أذهاننا أن ما كان محرما شرعا فلا يجوز استحلاله بأن الأسباب. اليوم مثلا مما ابتلينا به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراما لا يجوز استحلاله بأتفه الأسباب، اليوم مثلا ابتلينا بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى، كأن من قبل المرأة تلد في بيتها، إذا تعسرت ولادتها جئ بالطبيب إليها أو طبيبة إن كانت موجودة. الآن سواء كان الحمل طبيعيا أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولدها هناك، حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز. هذا توسع في استحلال ما حرم الله من كشف العورات. وقد لذلك يقول العلماء قاعدة ثانية: لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى، الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كنا مؤمنين حقا بأن التصوير حرام وأنه من أشد المحرمات كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا وجاء ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار امتنع من الدخول، قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: اشتريته لك. فهتكه عليه السلام وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. هل نحن تشبعنا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أصبح التصوير عندنا كالكتابة العادية تماما؟ يجب أن نكون يقظين وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين. التصوير من الكبائر، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ما كان كذلك في التحريم فلا يجوز استحلاله لسبب بسيط جدا، هو أن نفهم الولد أمرا ليس من الضروري تفهيمه. أنا أقرر لكم هذا المثال في صورة: في حيوانات محرمة أكلها، أخرى مباح أكلها. الرجال ربما لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلها، فإذا صورنا لهؤلاء الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام، هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه، لأن فيه مساعدة على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام. أما والله أطفال الصغار منذ نوم أطفالهم نثقفهم ونوسع أفقهم بهذه الصور. أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. أصبحت أنا مثلا
أدخل في بيت بنتي بيت صهري هذا أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم، أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم أشد التحريم لأدفع الأسباب. ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس أنا والله مضطر أن أودي أعمالي في البنك، وين ضرورة؟ والله أخشى أن اللصوص يسطون على بالي. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها. هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام. يقول أنا أخشى أن اللصوص يسطون على داري، كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار، هنا الكنز هنا المال. لا، أنت تتخذ الأسباب التي أباها الله لك ثم توكل على رب الأرباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتزن. غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجل، يستعملون أهواءهم. الضرورات بها المحظورات صح، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ومتى تكون الضرورة؟ حينما نقع كالرجل في الصحراء مثلا ينفد الماء فلا يجد أن يشرب إلا نجسا، يكون هنا الضرورة. لكن واحد يتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش أو في الضرورة في الصحراء، هذا لا يجوز إسلاميا. المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. حين يؤوز المعلمة أو المعلمة أن يفهم الولد شيئا ضروريا ليس كماليا، حين ذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يقضى عليها وانتهى الأمر. أما أن يصبح ممكن؟ نعم اشتريها، ممكن أغري له هي وبعد كده أسحبها، اشتريها يعني الصورة تتلقيها مرسومة في المكاتب، أغري له هي وبعدين أسحبها منه. أنت بتغري لها بس هذه الصورة من أين جاء؟ من صورها؟ ما يجب جاء؟ هو الضرير. نعم الضرير اللي بيخلع ضرير. أبشو كيف نعلم على التصوير على الأشياء؟ كلامي السابق هو جواب كلامي. نعم. أنت بدك تعلمي ضرير القراءة والكتابة، مش ضروري تعلمين شو الفرق بين التيس وبين مثلا هذا الأساس يعني في التعليم، أشياء أخرى هذه أنه يحفظ شكل الإنسان وشكل هذا. هل هذا ضروري يعني فرض عليه؟ مش فرض عليه، يعني الحرام لا يستحل إلا بمقابل فرض. يعني الرجل يعني أو الإنسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك، والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من ماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت، فهو لا يجوز مثلا، وهذا من دقائق المسائل، إذا جاء فوجد لحم خنزير مثلا أو ميتة فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان يأكل باللحم الضأن الحلال حتى يمتلئ، لا، وإنما يأكل لقيمات ينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قول العلماء الضرورة تقدر بغيرها. من هنا أخذوا هذا، قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما. تتمة الكلام في الشريط التالي. بقدر الآن مثال الأعمى، نحن علم القراءة والكتابة، وليس من الضروري أنه الفهم كما قلنا الفرق بين الدب وبين الغزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافلة العلم، وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة الكلام. الضرورة غير حاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تفضي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية،
هذه تعتبر حاجة وليس ضرورة. أنا بقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمسألة تعليم الأطفال. نعم أنا أسأل عن مثلي هذا. لا مثلك نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا ومعه هوية ومعه جواز. نعم ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس ضرورة، أنني أحتاج إلى حج أو أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري لأنه لم يفضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الفعل. إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا أنا أتحدث فقط عن أنا أجبتك هذا جائز.